يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب، لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن الأخلاق والآداب. أدب مع الرحمن ثم مع الورى والنفس كي تحظى بخير ثواب، فمحاسن الآداب زينة أهلها حسن يفوق مزركش الأثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والكرام، أهلا وسهلا بالمشاهدين الفضلاء. إن اللقاء له جمال إذا كان بين محبين، وإن المرأة إذا التقى بأخيه فإنه يعبر بلقائه له عن وده عن حبه، وإن العين تعرف من عيني محدثها أمن حزبها كان أم من أعاديها. لذلك جاءت الشريعة بالعناية بأحكام اللقاء، لهذا اللقاء الذي يحصل بين الإخوان بين الأحبة له آداب لم تغفلها شريعتنا الإسلامية. كان عليه الصلاة والسلام شرع لنا سنة عظيمة، نبينا صلى الله عليه وسلم شرع لنا السنن والآداب في هذا اللقاء. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا التقى بأحد لم ينزع يده عليه الصلاة والسلام حتى يكون الآخر هو النازع ليده، فشرعت لنا المصافحة. هذه المصافحة التي هي من سنن اللقاء والتي فيها من الفضائل العظيمة أن الخطايا تحت بهذه المصافحة، فإذا التقى المسلمان وصافح أحدهما الآخر فإن ذنوبهما تتحات كما يتحات ورق الشجر. إنه فضل عظيم أن تصافح أخاك وأن تسقط الذنوب عنك وعنهم، ولهذه المصافحة دلالة، فإنها دالة على الأنس، دالة على الثقة. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صافح لم ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع يده. قال علماء لو أن كل من الاثنين أراد هذه السنة، فالأول صافح ولم ينزع والآخر رد ولم ينزع، ماذا يصنعان؟ هذا سيؤدي إلى بقاء اليدين من غير نزع، وهذا لا يمكن. قالوا إن كان ذلك حاصلا فإن الذي ينزع هو الذي قد بدأ بالمصافحة وبدأ أولا. إن المصافحة طمأنينة، هذه المصافحة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهي هدي أسلافنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحبذ ما عداها، لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقبلون بعضهم البعض، بل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. أيصافحه؟ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمصافحة. أما ما يكون من قدوم المسافر فإن السنة فيه العناق، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر حاصل بينهم العناق، ولذلك هذه المصافحة هي أمان وجميل لمن صافح، وهي أمر زائد على السلام، فعندنا سلام وعندنا إشارة وعندنا مصافحة. فالاكتفاء بالإشارة هذا خلاف السنة، أن تكون الإشارة مع السلام هذا لا بأس به عند الحاجة، أن تكون المصافحة مع السلام هذا من زيادة الفضل والإحسان. هذه المصافحة دلالة على الحب والوئام كما أسلفنا. ولذلك لما تاب الله على كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قام إليه طلحة وهنأه وصافحه، قال والله لا أنساها لطلحة ما بقيت. أيها الإخوة الكرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام على المرء، قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثله الناس قياما فليتبوى مقعده من النار. من هنا تحدث العلماء عن سنية المصافحة وعن كراهية القيام، عن كراهية القيام للداخل. فهل يقام للداخل؟ عندنا أحاديث كهذا الحديث الذي سبق ذكره ينهى،
وعندنا حديث تدل على الجواز، قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. لما قدم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: قوموا فأنزلوه. وقام صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما دخلت عليه. ولذلك فإن القيام للداخل له أحوال، إن كان من سفر فإنه يقوم له، أو كما حصل لكعب بن مالك لما قام له طلحة من غياب وتوبة يقوم له ويعانقه. وإن كان القيام للمرء عليه فهو يأتي ويجلس والناس يقومون حوله، فهذا هو الذي جاء فيه الوعيد الشديد. أما القيام للسلام والعهد قريب فهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس لم يكن عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كذلك عندهم خير وأعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكونوا يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم لكراهته لذلك. وعليه فإن القيام للداخل عند اللقاء ليس من سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ينبغي للناس أن يتأسوا بهذا السلوك وأن يكونوا من المتواضعين وأن لا يرغبوا في قيام الناس لهم. لكن كما قال علماء رحمهم الله، لو أن الداخل الذي يأتي يقع في نفسه شيء على إخوانه إن لم يقوموا له لا بأس أن يقام لهذا الداخل عند مقابلته، تماما لحقه الذي يخشى أن يكون قد ذهب من اللقاء. أيها الإخوة الكرام، يستحب لمن لقي المسلم من المسلمين أن يبادره بهذه الابتسامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إن المسلم أيها الإخوة يلقى بالبشر ويحيي بالبشر، يستحب عند اللقاء أن يرحب بمن لقيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. إن اللقاء أيها الإخوة له سنن، فإن أهل اليمن مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة، وهم أول من جاء بالمصافحة. المصافحة هدي نبوي وسنة سلفية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل يزاد على المصافحة؟ إنه لا ينبغي لعبد أن يزيد عليها إلا العناق الذي يكون للمسافر. وهل تقبل الأيدي عند اللقاء؟ كره جماعة من العلماء تقبيل الأيدي وقالوا هذه سجدة صغرى، ومن أهل العلم رخص فيها، فإن ثابت البناني كان يقبل أنس ويد أنس ويقول: دعني أقبل يدا مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه لا بأس أن تقبل يد والد أو يد عالم، وهذا ليس من النهي في شيء والله أعلم. والأولى للمرء أن يرفع نفسه، والأولى للناس أن يتقيدوا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يسعهم ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب، لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن الأخلاق والآداب. أدب مع الرحمن ثم مع الورى، والنفس كي تحظى بخير ثواب، فمحاسن الآداب زينة أهلها، حسن يفوق مزركش الأثواب.